السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في اللون يا جماعة الخير يا الأحباب، كيف الأحوال؟ والله رايح ربما نذكركم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. النظام الجزائري كما النظام المغربي، يعني كي تضيق بهم الحالة يخرجونا هاد المؤامرات اللي يلعبوا بها ويجعلوها سجل تجاري باش يستمروا في السلطة، سواء بالنسبة للمخزن المغربي أو المخزن الجزائري. لا يعني عندي واحد صديق لامني قال لي علاش تكون المخزن الجزائري، يعني وتناقشت معاه وقلت له منذ 62 هاد الجماعة نتاع وجدة اللي جاو واستولوا على السلطة يعني بالدرع، يعني بالقوة وبإراقة دماء الجزائريين. يعني هل سالت دماء الجزائريين أم لا؟ لما جاو هاد الجماعة نتاع وجدة بأوامر من الحسن الثاني ومن فرنسا ومن جمال عبد الناصر. هذه الجماعة اللي ما زالت اليوم مسيطرة على السلطة في الجزائر، هل نعتبرها مخزن جزائري أم لا؟ لسبب بسيط، من هو بن بلة؟ أليس هو واحد من المخزن المغربي اللي تسلط على رقاب ولاد البلاد ونقلب عليه بومدين، هذا اللي كان يسير فيه بوتفليقة واللي كان يسير فيه بن بلة ضد ولاد بلاده؟ هاي الحقيقة اللي ما يحبوش الناس يسمعوها، ولكن هذا الزميل يعني اقتنع في الأخير لما طرقنا لفترة بوتفليقة، يعني 20 سنة وهو جايب لنا العقلية نتاع الحمام نتاع وجدة. يعني في الحمام كاين عقلية المخزن، راكم تعرفوا الحمام وش فيه. إذن حتى ما نطولش عليكم، حبيت هذا الفيديو يكون رسالة واضحة للنظام الجزائري والنظام المغربي اللي راهم يلعبوا على رؤوس شعوبنا. والله جبت لكم من بتيت فيديو يعني تاع واحد اللي ما كناش نعتبروه واحد من المخزن المغربي، واللي هو معروف على كل حال وكان يشرف على أكبر حزب في الجزائر، ألا وهو حزب جبهة التحرير الوطني. أعني هنا عمار سعيداني، هذا الذي سارق أموال الشعب، وهذا اللي يعني كان مسيطر على دواليب السلطة ومن ورائه الطغمة العسكرية، وخاصة في فترة القايد صالح. يعني حبيت هذا الفيديو يكون ذكرى اليوم، هذا الفيديو ترجعوا له اليوتيوب على مستوى قناة النهار مؤرخ في 10 نوفمبر، واليوم رانا 10 نوفمبر 2015. يعني هاد الذكرى تاع إنزال هذا الفيديو على مستوى اليوتيوب تاع قناة النهار، وين يصرح السعيداني بعظمة لسانه بتصريحات خطيرة وهو يعترف بمغربية الصحراء. يعني حتى واحد ما تكلم، وفي هذا الفيديو تكلموا على أيضا على انفصال منطقة القبائل في 2015. يعني هاد التهم اللي جات مؤخرا ابتداء من شهر ماي على مستوى المجلس الأعلى للأمن ما هو إلا تكريس وتطبيق لما قيل في 2015 لما كان الصراع يشتد بين الأجنحة، يعني بين جناح قيد صالح وسعيد بوتفليقة وبوتفليقة ضد الجنرال توفيق. أظن كلكم تعرفوا هذه القصة، لا داعي للدخول في تفاصيلها، وإليكم الفيديو الآن، واسمعوا وانصتوا وعلقوا. مغربي غير مسبوق إزاء نقطة، تصعيد مغربي غير مسبوق إزاء الجزائر، تصريحات استفزازية من نظام المخزن وبالضبط من العاهل المغربي محمد السادس الذي أطلق سمومه مرة أخرى
تجاه الجزائر ومواقفها تجاه قضية الصحراء الغربية. العاهل المغربي سيادة الأمين العام يعني صعد من لهجته تجاه الجزائر حكومة وشعبا لأول مرة يصفنا يعني دون أي دبلوماسية بالأعداء. والله أنا شخصيا لست أمين عام. أقول بأن التصعيد هذا ليس في صالح المغرب ولا في الجزائر. وقضية الصحراء الغربية عندي فيها معقول، ولابد أن نصارح فيها الشعب الجزائري، نعم، بالتالي يجي نهار نتكلم فيها، من الأفضل اليوم مش اليوم، إن شاء الله يجي نهار نتكلم فيها. يعني مصلحة الشعب، إحنا دايما نقولوا الجزائر أولا، الجزائر ثانيا، الجزائر ثالثا. تهمني الجزائر أنا. رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية في أول تعليق رسمي من السلطات الجزائرية قال أن الجزائر لا ترد على دبلوماسية الأبواق. الجزائر لا ترد على دبلوماسية الأبواق، أنا معه، ولكن وضع الصحراء لازم أن يدرس ما دامكم سيادة الأمين العام أنكم تتحفظون على فتح ملف الصحراء الغربية، البعض لا أتحفظ، لا أتحفظ على جزئيات تتعلق، لا أريد أن أصنع مشكل، لأن أنا عندي رأي. يعني قضية من 1975 ما تحلتش. يعني نظام المخزن خرق كل الأعراف الدبلوماسية وحسم الشيوعية. كاين أمم متحدة وكاين اسمه، ما كانش غير الجزائر وحدها. هذا الموضوع يعني أنا كنت أتكلم فيه، يعني نخرج الناس على عندما الحرب. عندما يستمع أمين عام القوى السياسية الأولى في البلاد، أمين عام الحزب الذي حرر الجزائر، يستمع إلى أطروحة في أروقة الأمم المتحدة تتحدث عن حق بين قوسين شعب منطقة القبائل في الاستقلال في الانفصال، يعني مصطلحات مغربية لأول مرة بصورة رسمية يعني يصرح بها الوفد المغربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني هذه تصريحات مرت مرور الكرام هنا بالجزائر، لا نعلم موقف الأفلان من هذه النقطة بالذات. غباء سياسي يبدأ عنده سيعطيهم الاستقلال ومن بعد نتكلموا، هذا غباء سياسي. غباء سياسي من نظام المخزن، من النظام، من اللي أي دبلوماسي يتكلم بهذا الشيء هو غبي. نعم. سياسيا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. غباء سياسي من نظام المخزن، من النظام، من اللي أي دبلوماسي يتكلم بهذا الشيء هو غبي. نعم. سياسيا يعني السلطات الجزائرية أيضا في هذه النقطة سيد عمار سعداني متهمة بأنها تركت فراغ في منطقة القبائل خاصة أمام ضعف الأحزاب السياسية. أنا أقول هذا الموضوع لا يمكن أن يثار، هذا الموضوع لا يوجد تماما، هذا كذب في كذب في كذب. القبائل هما مسكين بجزائريتهم أكثر من أي أكثر من جهات كثيرة. هذا الحديث هو ما عندوش معنى خلاص، هذا الحديث هو اللي بهذا الفتح الأبواب هذه اللي يدخل الاستعمار، فتح الابواب هذه اللي يقدر التدخل الاجنبي من اجل حمايه، ما مش دخلوا في اماكن عديده من اجل الاقليات وغيرها. الحكايه هذه راهو تهديم الدول اللي يبدا بهذا الشيء، سواء في الجزائر ولا في المغرب ولا في تونس ولا في ليبيا. هم يحبوا مغرب عربي، ما يحبوش مغرب عربي ما يكونش، هم ضد الموضوع هذا، وبالتالي باللي راهم يحركوا في الاقليات، يحركوا التوارق، يحركوا القبائل، يحركوا الشوية، يحركوا كما يقولوا المزاب، يحركوا السوافة، يحركوا أي عرق عندك يحركوها لك. المفيد تناطحوا تقاتلوا فإني أباهي بكم كما يقولوا أمتي، هذا أصحاب الغرب يقولوا لي، نحن احنا نقولوا تخاووا تحابوا يحبكم ربي ويرضى عليكم الشهداء والصالحين. يعني سمعتوا كيفاش سعيدان يختم الفيديو كأنه يعني إمام، يعني ينساب اللي هو الأموال اللي اختلسها وكدسها في أوروبا، وأنا السؤال راه موجه لتبون وشنقريها، أين هو اليوم سعيداني؟ هل نعتبره خائن للأمة أم لا؟ هو موجود اليوم عند المخزن المغربي. إذن هذا سعيداني لما كان في السلطة كان يعمل لصالح المخزن،
لو كان ما كانش تابع للمخزن ما تقبلش به المغرب، ما يكونش عندها كورقة. وربما بما أنه كان مطالع على أسرار الدولة وهو عند المخزن، يعني أسرار تاع الدولة عندنا، كما هذا بونويرا اللي جبتوه من تركيا، يعني سعيداني راح يمد أسرار تاع الدولة للمخزن المغربي ويطالع عليها. إذن هيا للخيانة اللي كان يترأس هذا الحزب العتيد كما كنتوا تقولوا انتوما، هذا الحزب تاع الخونة. يعني هل السعيداني هو خائن؟ هل هو يعني في قائمة المطلوبين لدى العدالة الجزائرية؟ لم نسمع شيء ضد السعيداني اليوم، وهنا الكرة راهي في مرمى العصابة والنظام الجزائري لكي يتحرك ضد هذا الشخص وجلبه، وربما حتى إنجاز مذكرة توقيف دولية في حقه كما فعلتم ضد فرحات مهني وضد نشطاء اللي راهم موجودين اليوم في الخارج. لا يجب الكيل بمكيالين، وهنا النظام هو تحت المحك، وسنرى هل تتحرك العصابة لجلب سعيداني ولو بالقوة أو إنهاء مهمه، كما أنهيتم مهام معارضين آخرين الذين يعني شاركوا في الثورة ولم يكونوا خونة كمثل هؤلاء الذين يحكمون اليوم الجزائر. وحتى لا أطيل عليكم، يعني سعيداني هو كان في عداد المفقودين، والله ما حبيتش ندير هذا الفيديو، ولكن بما أن هذا الصديق هو طرح علي هذا السؤال، ويعني ما حبيتش ندخل في تفاصيل كثيرة، لدي معلومات يعني لا أبوح بها. على كل حال والله العظيم يعني بوتفليقة كان جلب مخزنيين اللي كانوا يشتغلوا في الإدارة الجزائرية، وكان رايح يورث الحكم باش ينقلب على النظام الجمهوري. واليوم راكم شفتوا هذا، يعني هذه الجماعة اللي كانوا متدورين بوتفليقة، وخاصة هادو مهندسي العهدة الخامسة، مهندسي العهدة الخامسة في لاكوبول في القاعة البيضاوية. يعني من المفروض هؤلاء الذين ظهروا في هذا الفيديو بمناسبة هذا الاحتفال في القاعة البيضاوية للمرور للعهدة الخامسة كلهم خونة، وكلهم يعني عملاء للمخزن المغربي، وأنتم لديكم كل صورهم بكل تفاصيل، وعلى رأسهم سلال، وعلى رأسهم هذا الشاب مامي اللي كان كلفه يعني السعيد باش يجيب لنا معلومات على صحة الرئيس في فرنسا. حتى لا أطيل عليكم، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.